السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا اليوم موضوع كثير مهم وموضوع كثير حساس. لو جمعنا كل الشركات بالعالم أو جمعنا ممثلين عنها قاعة كبيرة كثير وسألناهم شو أكثر شيء بتشكر التكنولوجيا عليه، تعرف شو راح يجاوبوا؟ VLANs، Virtual Local Area Networks. بجوز يعني الفيلانز حلت مشاكل كثير، بساطة، سيكوريتي كثير، فليكسيبيليتي، المرونة تبعتها، بيرفورمانس، أداء عالي، سهولة، بدهاش اشي. لو حكينا ايش الفيلانز اصلا، اول شي شو اللان؟ قبل ما نحكي عن الفيرتشوال لان او الفيرتشوال لوكال اريا نتورك، شو اللان اصلا؟ اللان هي عبارة عن مجموعة من الاجهزة كلياتها موجودة مع بعض تشترك بنفس البراودكاست دومين. شو نفس البراودكاست دومين؟ يعني انا لما اعمل بث داخل الشبكة، يعني لما اعمل بث بينتقل كل البيانات اللي أنا بدي أعملها بث لكل الأجهزة الموجودة عندنا. بس الفيلان فعليا هي قسمة البراودكاست دومين. حديثا يعني أغلب اللي بيشتغلوا في مجال الشبكات فعليا ما بعرف الفرق بين الفيلان والسبنت. السبنت بيقسم النتورك باللاير 3 زي ما حكينا، اللي هو بالاي بي ادرس. اما الفيلان فبيقسمها باللاير 2. بس لانه الفيلان غالبا بتضم 1 سبنت، لانه مستحيل تحط 2 سبنتس، لانه ال 2 سبنتس ما بيقدروا يتصلوا مع بعض، لانه الاي بي ادرس مش نفس الاي بي ادرس. فانا بحكي معك بعنوان ثاني، ما في حدا يدلني على عنوانك لاني انا تايه بالشبكه. واذا حطيت نفس السبنت قسمتها فيلانز، فانا فعليا يعني فيزيائيا انا مش على نفس الشبكة تبعتك. فوصلوا للقانون، او خلينا نسميه جولدن رول، اللي هي فيلان بتساوي السبنت بتساوي البراودكاست دومين. يعني لما احكي لك فيلان بحكي لك سبنت بحكي لك براودكاست دومين. لو انت بالبيت بتعرف كيف النقاش بدور بالبيت بينك وبين اهلك وابوك وامك واخوانك، وابوك بده بيصيح وامك بتنادي على بعرفش مين، واخوك قاعد بسمع اغاني، وجزء اختك في البيت قاعد بتحضر مسلسل، واخوك الصغير قاعد بعيط. فهذا اكبر مثال على الهاب. الهاب هو شيرد ميديا. الميديا تبعتكو هو الغرفة او البيت، وكل عادكو بتشاركوا هاي الميديا. بس المشكلة انه كل واحد بيشوش على الثاني. مزبوط، انت بتسمع تعرف انه هذا امك بتنادي عليك، بس كمان انت سامع صوت الموسيقى اللي قاعد اخوك بسمع لها، وسامع ابوك وهو قاعد بيصيح على مثلا اخوك الصغير عشان يسكت ما يبطل عيط. الكل بحكي مع بعض. اكبر مثال الشيرد ميديا اللي هو الوايرلس عندك بالبيت. فعليا احنا ما بنعاني هاي المشكلة، بس البنات بيعانوا منها. مرات بتلاقي انت بتكون شابك على الوايرلس داخل بيتك، بتروح على زاوية فجأة بفصل عندك الوايرلس. هل معناته انه ما في عندك تغطية؟ لا مش المشكلة بالتغطية. المشكلة انه لما تروح على منطقة بصير فيها مثلا بث من البناية اللي بجنبكو، من الشقة اللي فوقيكم الشقة اللي تحتيكم، وكلها شيرد ميديا اللي هو السبيس، الفضاء اللي هو الهواء اللي بيحيط فينا، بتنتقل فيه الاشعة الراديوية وبتنتقل بتوصل لجهازك نفس الفريكوانسي، لانه كلها فريكوانسي اللي هي الفري باند اللي هي 2.4 او 5 ميجا بت، يعني
عفوا جيجا، فهاي كلياتها شيرد. حتى اذا بدك تقطع الاشارة ممكن يكون عندك مايكروويف بالبيت شغله بتضعف الاشارة عندك. ليش؟ لانه المايكروويف بيبث على نفس الفريكونسي اذا كان عندك الوايرلس 2.4. فعليا انحلت هاي المشكلة. ليش؟ بالشركات مثلا لما يحكي رئيس الشركة الكل دو يسمعه، ولما يحكي رئيس القسم الكل بسمعه، فكل واحد له تنظيم، كل واحد له وقت يحكي فيه يطرح وجهة نظره والباقي بيستمعوا. في قوانين بوليسيز اللي هي الاحترام، اللي هي الفائدة أو المصلحة المشتركة. فالسويتش نفس الشيء، السويتش بحكي لك مع مين بدك تحكي، مع شخص معين أو بتحكي للجميع. يعني يا إما بتحكي بتاخذ شخص على جنب بتحكي له إيش وجهة نظرك، أو بتعمل خطاب وبتلقيه على الجميع والكل لازم يستمع. المشكلة مرات وين بتصير بالسويتش؟ لما أكثر من واحد بده يلقي خطاب، لما أكثر من واحد بده يلقي خطاب بده يتقسم الوقت ما بين الأشخاص هذول. بس اللي منيح بالسويتش إنه ما في عندك كوليجن دومينز. مزبوط هو one broadcast domain تقدر تبث للكل، بس ما في كوليجن دومين لأنه السويتش فيه فول دوبليكس. وحتى لو ما فيهوش فول دوبليكس كل بورت بالسويتش يعتبر كوليجن دومين بحد ذاته. ولأنه كوليجن دومين بحد ذاته وحاليا عندنا أغلب اللينكس بين السويتش والهوست هي عبارة عن فول دوبليكس، فانحلت مشكلة الكوليجن دومين نهائيا. ضل عندنا مشكلة البراودكاست دومين اللي حليناها بالفيلانز. الفيلانز فيرتشوال لوكال اريا نتورك قسمنا، شفنا انه في كثير براودكاست دومين عندنا بالشبكة، فعملنا فيرتشوال سويتشز داخل السويتش تبعونا سميناهم فيلانز. اهمية الفيلانز مش انه يعني انت بس بتقدر تعمل نفس السويتش، بس الحلو بالموضوع انه بتحكي مع الاشخاص الموجودين عندك على نفس الكوميونيتي تبعيتك او على نفس الفيلان تبعيتك. لو اخذنا سمول كومباني ما فيها يعني اجهزة كثير، ما فيها حركة كثير، الحلو بالشركة البسيطة انه كلهم ممكن يكونوا على نفس الفيلان. ايش؟ لانه يعني بجوز عندك هون المانجمنت الادارة هي نفسها بتقوم بعمل مثلا الاتش ار، هي اللي بتوظف وهي كذا. ممكن نفس السيلز والاكاونتينج هم نفس الشخص بيقوم بهذول العمليتين مع بعض، فما في عندنا مشاكل كثير. المشكلة اللي بتصير عندنا وين؟ لما يصير عندك مثل هيك شركة كبيرة في عندنا 3 بنايات وكل بناية تابعة لقسم معين، فيما عندنا 300 موظف، في عندنا المانجمنت وفي عنا الHR لهيومن ريسورسز والسيلز. لما بدك اياهم هذولا تحافظ عليهم وكسيكوريتي كبيرفورمانس يعني بس بضل عندك السكيلابيليتي. طيب لما السيلز بدهم يتصلوا مع السيلز سيرفر اللي فيه سجلات المبيعات وفيه مثلا كل واحد كم مبيعاته وكل واحد أداؤه وقديش مبيعاتهم لنص السنة وقديش مبيعاتهم لآخر السنة وشو أنواع السلع الموجودة، الاتش ار بده يشوف بده ياخذ بيانات من هون عشان يعرف شو كل موظف قام بعمله ما قامش بعمله، هذا الموظف نشيط، هذا الموظف بده علاوة، هذا الموظف لازم نعمل له مثلا ترفيع. والمانجمنت بدها تاخذ بيانات من هون علشان تشوف انه هل احنا بحاجة لموظفين زيادة من السيلز، وكمان السيلز بده ياخذ معلومات من المانجمنت، بده ياخذ معلومات من الاتش ار. مثلا المانجمنت بده تحكي للسيلز لازم ترفعوا مبيعاتكم، لازم تروحوا على المنطقة كذا، لازم تقدموا خدماتكم. بهاي الحالة المشكلة وين بتصير؟ لو مثلا صار في عنا اجتماع من اجل المانجمنت بده تجتمع بقسم السيلز، لو فرضا نص الاجتماع احتاج المانجمنت بيانات من السيرفر تبع المانجمنت، ما في كونكشن، فمعناته ما راح يقدر، بده يروح يطلع ويروح المبنى تبع المانجمنت
ويحط بياناته على فلاشة ويرد يرجع على السيلز يحط بياناته على أحد الأجهزة ويعرض لهم إياها. بينما إحنا عملنا الفيلانز. الفيلانز فعليا مبدأها كثير حلو، بتحكي لك إنه كل واحد على نفس الفيلان بغض النظر وين السويتش، لأنه كله صار فيرتشوال، فبغض النظر وين أنت على أي سويتش موجود، أهم إشي البورت اللي يكون عندك اللي أنت موصول عليه البورت تبع السويتش هاد يكون على نفس الفيلان. يعني لو كان عندي هنا يعني إحنا شايفين هون هذول الترانكس يعني بيحملوا الفيلانز ومش سويتش بورت، هذول بين السويتشز يعني ما مش موصول عليهم هوست أو سيرفرز. بكل بساطة البيانات بتنتقل بين كل سويتش وسويتش بغض النظر سواء كانت بيانات للكنترول أو بيانات لنقل الداتا. فعليا هون عندك السيرفر تبع المانجمنت بتقدر توصله من هون، ممكن المانجمنت يكون هون في عنا شخص من المانجمنت مبعوث يعني عشان يمثل رئيس الشركة ويورجيهم بيانات من السيرفر هاد. بكل بساطة هاي الترانكس لازم تحمل بيانات تبعت المانجمنت فيلان والاتش ار فيلان والسيلز فيلان وكذلك هذا الترانك اللي هون. بكل بساطة لو فرضا صار عندنا نفس الكيس اللي كانت عندنا انه المانجمنت راح خلينا نحكي بده يجتمع بالسيلز اللي التيم اللي موجود بالبناية الثانية، بكل بساطة بيجي الاي تي بيرسون او الاي تي المسؤول بيعمل البورت تبع الكمبيوتر تبع المانجمنت بيقول سويتش بورت وبيحدده او بيضمه للمانجمنت فيلان، مباشرة البيانات راح تنتقل راح يصير في عندك كونكشن اكروس ذا نتورك من عند الويب من عند المانجمنت سيرفر مباشرة عبر الشبكة الى الهوست الموجود هون. فبهاي الحالة صار عندنا سكيلابيليتي، صار عندنا ريموف للفيزيكال باوندريز، ما في عندنا يعني ما في عندنا عوائق فيزيائية. بغض النظر لو كان عندك مثلا واحد من الموظفين بالاتش ار صار عنده مشاكل ما بيحبش هذول الاشخاص صار بينهم مشاكل معينة، على طول بروح على الاي تي بحكي له انقلني لمثلا بناية المانجمنت انا بديش اضلني معاهم في بيننا وبينهم مشاكل بس بنفس الوقت انا مضطر اضلني بنفس العمل. مباشرة بروح الاي تي بس بيكتب امر واحد او امرين بحكي له انه هذا البورت راح ينضم للـ HR VLAN بس، وهو بيكون مشبوك على الـ HR وشغال على السيرفر وبيقدر يتصل معاهم ببعث لهم بيانات. يعني سهولتها بساطتها، وغير هيك انه ما في عندي اللي هي البرفورمانس راح تكون عندي عالية، ما في عندي congestion. هاي اهم اشي، ليش انا اخلي البيانات تبعت المانجمنت سيرفر تنتقل لكل الهوست هذول، بينما يعني لما يصير عندي براودكاست ليش تنتقل للاتش ار او السيلز، بينما انا بكل سهولة لما يكون عندي على الفيلان فبتنتقل بس للاشخاص المعينين بالمانجمنت، بس لو واحد بده يكون هون مباشرة بتنتقل البيانات له. بهاي الحالة انا زدت البرفورمانس وبنفس الوقت خفضت الكولاجين وخفضت الكونجستين. كمان سيكوريتي، هم مزبوط يعني موصولين على نفس السويتش، بتعرف انه ممكن يكونوا كلياتهم سيرفرات على نفس السويتش ومع هيك ما بيقدروا يحكوا ما بيقدروا يشوفوا بعض او يتصلوا مع بعض، او حتى الهوست او الاجهزة الموصولة على نفس السويتش ما بتقدر تتصل معه اذا حددنا انه هذا على فيلان وهذول على فيلان. المشكلة هون بتصير عنا، طيب كل شيء تمام، طب فرضا انا بدي الاتش ار يتصل مع السيرفر تبع المانجمنت او المانجمنت يتصل مع هذول او هذول ممنوع يتصلوا، يعني one way
one way connection، انه المانجمنت يقدر يفوت على البيانات، وهذا الادارة بدها تفوت تشوف الـ HR والبيانات تبعتهم والسيلز والبيانات تبعتهم. ما بتقدرش، ليش؟ لانه المانجمنت الفيلان هي بس عشان تشوف المانجمنت وتتصل مع الاشخاص موصولين على المانجمنت. من هنا بنوصل للكونسبت اللي هو راوتر اون ذا ستيك اون ا ستيك. هو فعليا يعني مضحك، بضحك هو انه راوتر على خشبة او على عصا، فعليا هو هذا المعنى الحرفي، بس فعليا راوتر اون ستيك. كيف انت بتعري الاسلاك بالبيت قبل ما توصلها مثلا خلينا نفرض فيش او تحطها بالكهرباء؟ لو انك ما عريتها ما بوصلش الكهرباء. ونفس الشيء احنا منعري الفيلانس وبنوصلهم على راوتر. الراوتر شو بعمل؟ الراوتر بيكون موصول اول اشي بالترانك، نفس الترانك الموصول فيه هون، بنحكي له انه هذا ترانك اللي هو بنقل الفيلانز، وبننقل الفيلانز عبر هون. بس على الجهة الثانية من الراوتر بنعمل لوجيكال مش فيزيكال، لوجيكال سب انترفيس لكل فيلان، وعلى الفيلان نفسها نعمل السيكوريتي او الريستريكشن. فمنقول له اذا المانجمنت بده يتصل بالسيرفرات هذول اسمح له، بس اذا كان هذا السيرفر او عفوا المانجمنت بدهم يتصلوا باي واحد من السيرفر تمام ما في مشكلة خليهم يتصلوا، بس اذا كانوا السيلز بدهم يتصلوا بالمانجمنت سيرفر امنعهم. يعني زي كأنه هنا الاكسس كنترول ليست اللي احنا رح نحكي عنها كمان، بس مش بالفيديو القادم، بالفيديو اللي بعده ان شاء الله. الاكسس كنترول ليست هي اللي بتعمل تحديد للبيانات. فاجمل شيء بالاكسس كنترول ليست زي كأنك انت بتحط هنا جندي بيجي بيمسك كل باكت بترسل عبر الشبكة. انت مانجمنت رايح وين؟ على الويب، على السيرفر تبع السيلز مسموح، انت كذا مش مسموح، ها مسموح مش مسموح مسموح. فهو بيحدد شو اللي مسموح وشو اللي مسموح مش مسموح، لانه هون فعليا احنا يعني عملنا تيرمينيتنج للفيلانس. وبهي الحالة هيك بتصير عنا نتورك كاملة، وبنقدر كمان من هون نشبكها على الانترنت ونعمل كونكشن خارجية لشبكتنا. بس نقطة أخيرة، يعني الفيديو القادم يعني لازم يكون عندك خلفية كثير عن السبنتينج، عن الأشياء هاي. فهذول الأشياء رح نطرحهم في فيديوهات قادمة، فإذا ما عندك فكرة، لأنه هذا الفيديو تم طلبه يعني تحديدا، فإذا ما عندك فكرة ألقي نظرة عليه حاليا وأصبر لحتى ما نحكي، أنه ارجع ريفرنس للفيديو رقم 4. شاكر لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.